136 ألف عضو من حقهم النهاردة التصويت واختيار مجلس إدارة النادي الجديد. 136 ألف عضو ممكن النهاردة يحضروا للجزيرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات القلعة الحمراء واللي تعودوا إن هم دايما ما يخذلوهاش. من أهم الأخبار اللي معانا النهاردة بخصوص الانتخابات إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم أعلن إن هيكون في عقوبات مالية كبيرة على أي لاعب هيظهر النهاردة أثناء العملية الانتخابية. وأكد عبد الحفيظ أنه هيتم تغريم أي لاعب مليون جنيه في حال ظهوره في النادي خلال العملية الانتخابية.